السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة طبيعية لتبييض الأسنان في مدة 15 دقيقة فقط. بطبيعة الحال يبحث الكثير من الناس عن طرق دائمة لتبييض أسنانهم، فالقيام بتنظيف الأسنان عن طريق الفرشاة والمعجون بشكل يومي قد يؤمن الحماية الكاملة للأسنان، ولكنه لا يقوم بتبييضها وإعطائها اللون النازع. لا يمكننا أن نختم الحديث عن طرق تبييض الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان وحماية اللثة من الالتهابات دون الحديث عن السواك، فقد استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصانا باستخدامه قبل كل صلاة لما له من فوائد جمة أثبتتها الدراسات الحديثة. بالنسبة للمكونات الوصفة التي سنحتاجها من أجل تبييض الأسنان، فسنحتاج إلى عصير الليمون أو كما يسمى في المغرب الحامض، وسنحتاج إلى السواك. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة فهي سهلة، نقوم بأخذ عود من السواك ونقوم بنقعه في عصير الليمون، عصير ليمونة لمدة 15 دقيقة. بعدها سنقوم بأخذ السواك وفرك الأسنان جيدا بهذا السواك. ستلاحظون تبييض للأسنان وتنظيف جيد للأسنان بطريقة فعالة وستبهركم. ما عليكم فقط هو تجربة هذه الوصفة. شكرا على تتبعكم، أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ومن هذه الوصفة. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة. لا تنسوا إذا أعجبكم فيديو بوضع لايك للفيديو وبارتاج واشتراك في القناة ليصلكم دائما جديد القناة. يمكنكم الاطلاع على المزيد من الأفكار والوصفات في الموقعين chefmariam.com أيضا موقع شهوتي. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.